الطلبة الأعزاء في مساق محاسبة التكريب باستخدام الحاسوب، مرحبا بكم. في محاضرتنا لهذا اليوم سنتحدث عن Cost Planning and Cost Volume Profit، بمعنى تخطيط التكلفة وتحليل التكلفة والحجم والربحية. بداية، managers have the ability to choose the level of fixed and variable cost in their cost structure. This is a strategic decision that affects risk and return. In this section, we describe how manager and management accountants think through these decisions or these decisions. بداية، المدراء عندهم القدرة على اختيار مستوى من التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة في هيكل التكلفة. طبعا هاي الاستراتيجية أو قرارات الاستراتيجية بتأثر على الإيرادات أو بسموها على العوائد بالإضافة المخاطر. وزي ما هو متعارف عندي، كل ما زادت العوائد بالتالي حتزاد عندي المخاطر، والعكس صحيح. وبالتالي راح نشوف كيف يستخدم المدراء والمحاسبين الإداريين بيستخدموا هاي القرارات في مجموعة من البدائل. بداية، في عندي Alternative Fixed Cost Variable Cost Structure، عندي بديل ما بين التكلفة الثابتة والتكلفة المتغيرة. عندي Cost Volume Profit Based Sensitivity Analysis highlights the risk and return as a fixed are substituted for variable cost in company cost structure. بداية، في عندي في المحاضرة السابقة قمنا بإعداد جدول إكسل وتحدثنا لما تغير عندي هيكل التكلفة من خلال الفيكس والفاريبل كوست، لكن بشكل بسيط في عندي معطيني هون مقارنة بين line number 6 و line number 11. الموجودات عندي كانن هون تحدثنا عنهم، line number 6 و line number 11. line number 6 كان 2000 فيكس كوست، عندي الفاريبل كوست بير يونت 120 دولار، وكان عندي البريك ايفن بوينت 25 وحده لحتى احقق صافي دخل. على سبيل المثال هون 50، لازم على سبيل المثال صافي دخل قيمته 2000 دولار لازم يكون ابيع 50 وحده، لكن في اللاين نمبر 11 الفيكس كوست 2800، عندي الفاريبل كوست 100 دولار، وبالتالي عندي البريك ايفن بوينت 28 وحده، ولحتى يكون عندي 2000 دولار صافي دخل لازم يكون ابيع 48 وحده. اذا هاي البيانات تحدث عنها من خلال المثال المعطى عندي في السؤال. عندي line number 6 وعندي line number 11، فما أعطاني line عندي fixed cost كانت 2000، variable cost 120، وكان عندي break even point 25 وحدة، وكان عندي حتى حق target net income قيمته 2000 لازم أبيع 50 وحدة. لكن في line number 11 صحيح التكاليف الثابتة زادت، لكن variable cost انخفضت وصلت لعندي 100 دولار، وبالتالي break even point كان عندي 28 وحدة أكثر، لكن عندي لحتى أحقق دخل مستهدف قيمته 2000 لازم أبيع 48 وحدة، راح ألاقي عندي إيش انخفاض. طيب، فبعطيني بيقول line 11 which has a higher fixed cost، نحكي إنه في الخط أو العمود على سبيل نحكي في صف رقم 11 كان عندي تكاليف ثابتة مرتفعة والتكاليف المتغيرة منخفضة مقارنة إيش في رقم 6 هاي break even point، حددت عنها بشكل كامل. لكن بيجي بيقول لي cost volume profit analysis can help manager evaluate various fixed cost variable cost structure، وبالتالي من خلال تحليل التكلفة والحجم والربحية راح يساعدنا بشكل كبير او يساعد المدراء في عملية تقييم مجموعة من البدائل فيما يتعلق بالتكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة، نحكي عن هيكل التكلفة. We next consider the effect of these choices in more detail. طبعا بنستذكر إما إنها بتقوم على سبيل المثال ببيع كتاب وهو امتحان الجمال سكسس داخل حرم الجامعة، وبالتالي هي بتشتري على سبيل المثال نستذكر إنه كانت 120 دولار، وبالتالي عندي سعر البيع كان 200 دولار، وكان عندي تكاليف ثابتة وهي تكاليف استئجار داخل حرم الجامعة كانت في 2000 دولار. لكن هون راح يصير عندي مجموعة من الخيارات. Suppose that Chicago Fair organizer offer Emma three rental entrances. وبالتالي نفترض انه المنظمين في جامعة او في داخل حرم جامعة شيكاغو عرضوا على Emma ثلاث خيارات استئجار بدل ما تدفع 2000 دولار، اعطوها كمان option two options extra. option number one حكينا هو 2000 دولار، اذا fixed fees عندي اجور ثابتة بقيمة 2000 دولار. أو في الأوبشن الثاني بدل ما تستأجر الكشك بقيمة 2000 دولار بيجي كالتالي، تدفع 800 دولار فيكست وبأخذوا 15% من الإيرادات المتعلقة في بيع الكتب،
وبالتالي هم بيشاركونا بالتكاليف. يعني بدفع جزء $800 وباخذ 15% على كل كتاب ببيعه. او الاوبشن نمبر 3، بدفع 25% من الايرادات لكن ما راح ادفع ولا على سبيل المثال دولار فيما يتعلق بالفيكست فيز. اذا بالحاله هاي ما في عندي فيكست فيز، وبالتالي صار عندي ثلاث خيارات: $2000 كتكلفة ثابتة، أو $800 كتكلفة ثابتة بالإضافة 15% من إيرادات بيع الكتاب، وبالإضافة لأوبشن الثالث 25% من إيرادات الكتاب أو بيع هو الجماع سكسس، طبعا بدون ما أدفع تكلفة ثابتة. طب هاي شو بتساعدني في عمليات أو بتساعد أو شو بتأثر عندي في اتخاذ القرار؟ راح نلاقي إنه عندي هيكل التكلفة اتغير عندي بشكل كامل. طبعا Emma is interested in how her choice of rental agreement will affect the income she earns and the risk she faces. بمعنى Emma مهتمة انه هاي مجموعة من الخيارات هو اتفاقية الاستئجار راح تأثر على الدخل، وبالتالي هي وبالتالي راح تأثر على العوائد والبضاعة، بالإضافة المخاطر المتعلقة بها. اذا Emma بتقوم بدراسة 3 options الموجودات عندي، الخيارات المتاحة، لحتى تلاقي البديل الاول أو البديل الأفضل. فبشكل عام شرح لي أنا هون، لكن أفضل طريقة نوضح هذا الحكي بالكامل من خلال الرسم البياني، وهو نحكي عن Cost Volume Profit Graph for Alternative Rental Option for GMA Success. طيب في عندي Option Number 1, Option Number 2, Option Number 3. الOption Number 1 نحكي عن إيش؟ تكاليف ثابتة بقيمة $2000. إذا بنلاحظ الخط اللي عندي مدرج إلى هنا، وبالتالي راح أدفع تكاليف قيمتها $2000. هو بنحكي operating income، الدخل التشغيلي، هاي أول نقطة. وبالتالي عند هذا الخيار الأوبشن شو راح ترتب عندي؟ الأوبشن هذا راح يترتب عندي بشكل أساسي نقطة تعادل. إذا بنلاحظ هون عندي PEP بمعنى break even point، وهي 25 واحد. بمعنى عند هاي النقطة أو الخيار الأوبشن نمبر 1 أنا يجب بيع 25 كتاب لحتى أحقق نقطة التعادل. طيب الأوبشن نمبر الثاني هو أوبشن نمبر 2، بدأدفع $800 فيكس كوست بالإضافة 15% من الإيرادات، وبالتالي عندي شكل لهون. إذا في عندي هون كان 2000 وهون عندي $800. طيب نحكي إذا في حال كان عندي نقطة معينة هو ببلش عندي صفر، بمعنى أنتجت أو بعت أو ما بعت بكون دافع هاي التكاليف. في حال أن بدفع 2000 أو 800 في الأوبشن نمبر 2 بدفع 15% إيش كمان من الإيرادات، لكن نقطة التعادل بهاي الحالة كده صارت عندي البريك إيفن بوينت 16 وحدة. إذن بهاي الحالة راح ألاقي أن الأوبشن الثاني كمان بيساعدني. طب الأوبشن نمبر 3، لو افترضنا انه اما ما باعت ولا كتاب بالحاله ما راح تكبد تكاليف ثابته او تكاليف هو استئجار. ليش؟ لانه هم بدفع 25% كتكاليف، وهي تعتبر تكاليف ايش بشكل عام، بنقدر نحكي عنها تكاليف متغيره، هي بناء تسند ايش على الايرادات. وبالتالي الاوبشن نمبر 3 عندي كان ببلش من صفر، فالبريك ايفن بوينت قديش كان عندي؟ صفر. وبالتالي بهاي الحاله راح الاقي عندي مبدئيا الاوبشن نمبر 3 راح يكون أفضل في حال إني ما بعت عندي بشكل عام. إذا بهاي الحالة ما راح يأثر عندي. طيب السؤال بشكل بسيط، أي الخيارات أفضل إلي؟ بشكل بسيط نقدر نحكي في موضوع هو يتعلق بالإيرادات أو العوائد بالإضافة للمخاطر. طيب بهاي الحالة في الأوبشن نمبر 1 إذا كانت أنا متأكد عندي بشكل أساسي إنه أنا راح أبيع كميات كبيرة، لا بدفع $2000 وبهاي الحالة بتكون عندي صافي أو الإيرادات بالكامل بتكون إلي. لكن إذا كان أنا في عندي تردد ومش متأكد وما بدي إياهم يشاركوني في الأرباح، فبلجأ للأوبشن نمبر 2، وبالتالي بدفع جزء من التكاليف الثابتة لكن راح أدفع جزء 15% من الإيرادات. لكن أنا كان عندي حالة من عدم التأكد وما بدي أتكبد التكاليف بشكل كبير، لأنه احتمال يكون سعر البيع جدا مرتفع ما بيناسب الطلبة، وبالتالي بخلجأ للأوبشن نمبر 3، لكن إيش؟ راح أدفع 25% من إيراداتي للجامعة. وبالتالي في عندي مجموعة من الخطأ من
الخيارات، وبالتالي أنا بختار البديل الأفضل. طبعا هذا الحكي راح يساعدنا في فهم موضوع معين وهو الـ Operating Leverage، الرافعة التشغيلية، وهذا الموضوع التالي. طبعا قبل الانتقال للرافعة التشغيلية، by her confidence in the level of demand of GMAT success package and her willingness to risk losses of demand is low. For example, if EMA tolerance of risk high, she will choose option number one. إذا كانت عندي المخاطر tolerance for risk is high, she will choose option number one with high potential rewards. وبالتالي راح يكون عندي إيش؟ عوائد بشكل أكبر زي ما تحدثت عنها قبل قليل. If, however, Emma is risk averse, يعني معتدل, she will prefer option, كان عندي مرتفعة, راح تختار option number 3, where the rewards are smaller of sales, are high, but where she never suffers a lose if sales are low. وبالتالي, هي راح تكون عندي ان العوائد راح تكون جدا قليلة, لانه 25% من صافي المبيعات راح تروح للجامعة. وبالتالي, بلجأ للoption number 2, إذا كانت عندي المبيعات غير متأكد منها وبدي تكون عندي المخاطر في أقل نقطة, وبالتالي بلجأ الأوبشن نمبر 3. لكن في عندي الأوبشن نمبر 2 هو بسميه خيار معتدل, وبالتالي ما بتكبت تكاليف جدا كبيرة, لكن هي بترجع بناء على الطلب. طيب الآن نحكي على الأوبريتنج لافريج, الرافعة التشغيلية, واللي هي الارتباط مباشرة في الأوبشنز اللي تحدثنا عنها قبل قليل. طيب خليني نجي نتحدث على operating leverage, الرافعة التشغيلية. بداية operating leverage describe the effects that fixed costs have no change in operating income as change occurs in units sold and contribution margin. أي بمعنى نقدر نحكي هي تصف التأثيرات التي تحدثها التكاليف الثابتة على التغيرات في الدخل التشغيلي, حيث تحدث تغيرات في الوحدات المباعة وبالإضافة لهامش المساهمة. طبعا organization with high proportion of fixed costs in their cost structure, as is the case with option number one, have high operating leverage. وبالتالي the line representing option number one in exhibit 3-5 is the steepest of the three lines. Small increases in sales lead to large increases in operating income. Small decreases in sales result and relatively large decreases in operating income, leading to greater risk of operating losses at any given level of sales. بمعنى لما نيجي نتحدث عن الرافعة التشغيلية, هي ترتبط بشكل أساسي ما بين العوائد, هي rewards, بالإضافة إلى risk. دائما نأخذ بعين الاعتبار كلما ارتفعت العوائد أو الإيرادات بشكل عام, نحكي عن عوائد rewards, بتكون عندي المخاطر جدا مرتفعة. كيف يعني؟ لما يجي نحكي عن الرافعة التشغيلية, هي ترتبط بجزء كبير في التغير في المبيعات وتأثير على صافي الدخل. بمعنى بيكون عندي الأوبشن نمبر 1 والأوبشن نمبر 2, عندي إيرادات قيمة مليون دينار وهم مليون دينار إيرادات, وصافي الدخل على سبيل المثال 100,000. بهاي الحالة لو زادت عندي الإيرادات بنسبة 10%, بالحالة هاي رح تصبح من مليون لمليون 100,000 للأوبشن نمبر 2 والأوبشن نمبر 3 to one number and number two. لكن هل صافي الدخل راح يزداد بنفس القيمة أم لا؟ إذن اللي بيلعب عندي دور كبير هو الرافعة التشغيلية. حتى نقدر نوضح تأثير الرافعة التشغيلية, وفي عندي بسموه degree of operating leverage, درجة الرافعة التشغيلية, ويتم احتسابها من خلال قسمة ال contribution margin على ال operating income. إذن هي هامش المساهمة على الدخل التشغيلي, وفي بعض الكتب بسموها صافي الدخل net income. وبالتالي the following table shows the degree of operating leverage at sales of 40 units for the three rental options. اتحدثت عنها قبل قليل. وبالتالي هو بنحكي عن درجة الرافعة التشغيلية لمبيعات 40 وحدة للثلاث خيارات المتاحة عندي. وبالتالي عندي option number 1 and number 2 and number 3. خلينا نجي على فيما يتعلق في option number 1 contribution margin per unit, تحدث عنها سي بيج نمبر 102, تحدث عنها قبل قليل. وبالتالي هامش المساهمة إذا راح يكون عندي هون هي عبارة عن سيلينج برايس بير يونت ناقص الفاريبل كوست بير يونت. الاوبشن نمبر 2 نمبر 1 كان عندي 80 دولار, الاوبشن نمبر 2 كان 50, الاوبشن نمبر 3 كانت عندي ايش 30 دولار, وبالتالي كان معطيني اياهن في السؤال. طيب الكونتريبيوشن مارجن هو رو نمبر 1 مضروبة
في 40 وحدة. وبالتالي إذا نحكي عن الصف الأول وبنحكي contribution margin per unit، إذا 80 ضرب 40 يعطيني 3200، عندي 50 ضرب 40 2000، وعندي 30 ضرب 40 1200 دولار. إذا بالحالة هاي طلعت ال contribution margin اللي بدي إياها. بعد ذلك عندي operating income من خلال الشكل 3 إلى 5 اللي وضحها عندي كان بالسؤال، 1200 1200 1200 كان عندي صافي الدخل. وبالتالي بقدر أحتسب درجة الرابعة التشغيلية من خلال قسمة الصف اللي عندي هو number 3 contribution margin على صف وهو operating income. وبالتالي 3200 على 1200 كانت معطى عندي 2.67، عندي 2000 contribution margin على operating income 1200 كانت عندي 1.67، وكانت عندي 1200 على 1200 كانت معطى عندي 1. طيب من خلال هاي النتائج شو بقدر استفيد؟ راح نلاقي عندي من خلال قبل شوي كنا ننظر الى الشكل لحتى نشوف اي الاكثر الخيارات او افضل بدائل راح يكون عندي تأثيره جدا مناسب على الشركة. لكن بدل اقوم بعملية الرسم، الرسم التوضيحي هو الموضع عندي الرسم البياني، بهاي الحالة انا راح الجأ للرافعة التشغيلية. والرافعة التشغيلية حكينا هي تربط او بتقيس مدى قدرة العواد وارتباطها في المخاطر. وبالتالي من خلالها نقدر نلاقي انه الاوبشن نمبر 1 هو افضل بديل بعطيني افضل عوائد لكن المخاطر جدا مرتفعة، واقل بديل بعطيني فيها بيكون او فيها اقل مخاطر وعوائد اقل هو راح يكون الاوبشن نمبر 3. والاوبشن نمبر 2 هو بسموه معتدل بشكل عام. وبالتالي these results indicates that when sales are 40 units a 1% change in sales and contribution margin will result in 2.67% change in operating income for option number 1. بمعنى من خلال نتيجة هاي المبيعات في متعلقة في 40 وحدة، وبالتالي أي زيادة لو زادت عندي المبيعات بنسبة 1% راح يكون تأثير على هامش المساهمة راح يكون تأثيرها بنسبة 2.67%. وبالتالي راح تلاقي أن الإيرادات وكان تأثيرها على صافي الدخل راح يكون أكبر عندي لما تكون رافعة تشغيلية. لكن بيجي شخص بيسأل بيقول طيب الحالة هاي إذا أنا معنى أنه الرافعة التشغيلية كل ما كانت أكبر كل ما كان أفضل؟ بقول لك إلى حد ما. كيف يعني إلى حد ما؟ طيب لو انخفضت عندي الإيرادات شو راح يكون تأثيرها؟ راح يكون تأثيرها عكسي. بمعنى لما تنخفض المبيعات بنسبة 1% صافي أو الهامش المساهمة راح ينخفض بنسبة 2.67، وبالتالي راح يكون في نسبة انخفاض أكبر مقارنة بالبدائل هو الأوبشن نمبر 2 أوبشن نمبر 3. وبالتالي راح يكون في عندي تأثر بشكل كبير في صافي الداخل وهامش المساهمة. في الأوبشن نمبر 2 أي زيادة بنسبة 1% في المبيعات راح يكون تأثيرها على هامش المساهمة بنسبة 1.67% راح تزيد عندي، لكن الانخفاض في المبيعات بنسبة 1% راح يكون تأثيرها على هامش المساهمة بنسبة 1.67%. لكن يعني نقدر نحكي أأمن بديل موجود عندي هو البديل رقم 3، بمعنى إذا زادت عندي المبيعات بنسبة 1% راح تزداد عندي هامش المساهمة بنسبة 1%، والعكس صحيح. لكن دائما الشركات تنظر إلى البدائل اللي بتعطيني أفضل عوائد لكن بتحاول قدر الإمكان تتحكم في المخاطر الموجودة عندي. Keep in mind that in the presence of fixed costs, the degree of operating leverage is different at different level of sales. For example, at sales 60 units, the degree of operating leverage under each of the three options as follow. طيب لازم نخل بالنا في عين الاعتبار التكاليف الثابتة. طيب أعطيني مثال هون، لو المبيعات كانت عندي لستين وحدة شو راح يكون التأثير عندي؟ طيب معطيني البيانات الـ contribution margin per unit 80، حكينا الـ contribution margin per unit على سبيل المثال عند إنتاج وحدة أو 10,000 وحدة أو 100,000 وحدة راح يكون ثابت، هي selling price ناقص الـ variable cost، إذا 80 50 30، نفس البيانات الموجودة عندي في جدول السابق 80 50 30. لكن الـ contribution margin الإجمالية هي عبارة عن 80 ضرب 60 وبعطيني 4800، بعد ذلك 50 ضرب 60 3000،
وبالتالي عندي آخر شيء كان عندي 30 ضرب 60 1800، وبالتالي عندي contribution margin 4800 3800. الoperating income بالحالة هاي شو راح يكون تأثيرها؟ راح يزيد عندي 2800 2200 و1800، وبالتالي درجة الرافعة التشغيلية من خلال حكينا contribution margin على الoperating income 4800 على 2800 1.71، وعندي 3000 على 2200 1.36، وبعد ذلك عندي 2800 على 1800 بعطيني 1. وبالتالي بنفس الآلية وبنفس الصيغة، أي بمعنى إنه هامش المساهمة تحدث عنه هون كان عندي 4800، ولما قسمت على الرافع على الدخل التشغيلي أعطاني 1.71، بمعنى إنه أي زيادة في المستقبل على سبيل المثال أي زيادة في المبيعات بنسبة 1% راح يكون تأثيرها على صافي الدخل، سوري راح يكون تأثيرها على هامش المساهمة بنسبة 1.71، وبالتالي راح يكون عندي الدخل في الأوبشن نمبر 1 أعلى مقارنة بالبدائل الثاني والثالث. لكن بيجي بقولي the degree of operating leverage decreases from 2.76 at sales of 40 units to 1.17. لكن هون في نقطة معينة بيجي بقولي إنه الرافع التشغيلي كانت عندي قديش عند 40 وحدة، كانت عندي 2.67 عند 40 وحدة، لكن عند 60 وحدة انخفضت عندي قديش ل 1.71. طيب شو اللي صار عندي بالأوبشن نمبر 1؟ فبيجي بيقول لي at sales of 60 units under option 1 and from 1.67 to 1.387 under option 2. In general, whenever there are fixed costs, the degree of operating leverage decrease as the level of sales increase beyond the break-even point. طيب شو اللي صار عندي بالضبط انه حتى التكاليف انخفضت؟ رح نلاحظ عندي نقطة معينة انه contribution margin للبيرون الثابت ولما عندي في الإجمالي ارتفع، لكن إذا بنلاحظ عندي الأوبريتنج إنكم 2800 2200 1800، إذا في عندي نقطة معينة إنه التكاليف الثابتة اتغيرت عندي، وبالتالي كان تأثير على صافي الدخل، وبالتالي انخفضت عندي من 2.67 إلى 1.71. وبالتالي إذا مهتم بنقطة معينة هيكل التكلفة، وتحدثنا عنها بشكل كبير في المحاضرة السابقة. أعطينا هون مثال بسيط. What can manager do to reduce fixed costs؟ ماذا يستطيع المدراء أن يفعلوا حتى تقوم بالتخفيض التكاليف الثابتة؟ عندنا شركة مشهورة في تصنيع الأحذية والملابس الرياضية نايكي. The shoe and apparel company does no manufacturing, incurs no fixed cost of operating and maintaining manufacturing plants. Instead, it's outsourced production and buys the products from suppliers in countries such as China, Indonesia, and Vietnam. As a result, all of Nike's production costs are variable costs. Nike reduces its risk of loss by increasing variable costs and reducing fixed costs. بشكل عام نقدر نتحدث انه شركة نايكي هي بتحاول قدر الامكان تقلل من التكاليف الثابتة وبتلجأ لشيش للتكاليف المتغيرة. طيب بهاي الحالة شو اللي بصير عندي؟ انه شركة نايكي بشكل عام هي ما بتقوم بعملية التصنيع بشكل اساسي، هي تتعامل مع شركات اخرى متخصصة في تصنيع على سبيل المثال ملابس او الاحذية، وبالتالي شركة نايكي فقط بتقوم بعملية تصميم على سبيل المثال ملابس وارسال او تصميم النماذج الاساسية وارسالها لهاي الشركات حتى تقوم بتصنيعها. على سبيل المثال بيكون لها مصانع في الصين وفي اندونيسيا وفيتنام، بمعنى ليس المصنع مملوك الى شركة نايكي، اي بمعنى بيكون معهم اتفاقيات مع شركات انه يقوم بانتاج هذا المنتج بالكامل لهاي الشركة لشركة نايكي، وبالتالي بتقوم شركة نايكي بتوقيع عقود، وبالتالي راح تكون variable cost، بمعنى إذا شركة نايكي بتقوم بإنتاج خلال الشهر على سبيل المثال 100,000 حذاء، بالتالي راح تكبد تكاليف متغيرة ل 100,000 حذاء. طيب في حال لم تقوم بالإنتاج، في هاي الحالة ما تكبد variable cost، وبالتالي
في المستقبل شركة نايكي ما بتتكبد تكاليف ثابتة على سبيل المثال بناء المصانع وديمومتها وعلى سبيل المثال تكلف تكاليف ثابتة بشكل كبير، وبالتالي هي فقط تكلفت تكاليف متغيرة قدر الإمكان، وبالتالي as a result all of Nike's production costs are variable costs، كل إنتاج شركة نايكي هو عبارة عن تكاليف متغيرة. وبالتالي لو افترضنا أنه خلال فترة معينة شركة نايكي قامت بإيقاف عمليات التصنيع لبعض المشاكل القانونية، وبالتالي بتقوم بإيقاف على سبيل المثال كمية الإنتاج، وبالتالي ما هتكبد تكاليف في الحالة. ليش؟ لأن هي بتكون موقع اتفاقيات مع شركات أخرى أنه هذا الشهر ما بدقوم بالإنتاج، وبالتالي ما راح تدفع تكاليف. وبالتالي راح نلاقي انه في نقطة معينة انه بعض الشركات بتلجأ لإيش؟ زيادة التكاليف المتغيرة وتقليل التكاليف الثابتة، وبعض الشركات الثانية بيكون العكس. على سبيل المثال بعض الشركات بتقوم باستثمار في مجال التكاليف او على سبيل المثال في مجال التكنولوجيا من خلال الأتمتة بشكل كبير، وبالتالي تلاقي عندي التكاليف الثابتة جدا كبيرة. لكن هي بترجع انه الموازنة بين العوائد بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة في الإيرادات أو في الاستثمارات بتقوم بها الشركة. إذن عندنا سؤال 3-5. Bernard Windows is a small company that installs Windows. Its cost structure is as follow. عندي شركة متخصصة بتركيب النوافذ، شركة صغيرة، وعندي هيكل التكلفة فيما يتعلق بما يلي. عندي selling price from each window installation. عندي سعر البيع لكل نافذة أقوم تركيبها $500. Variable cost of each window installation $400. التكلفة المتغيرة لكل نافذة أقوم تركيبها $400. في عندي annual fixed cost بقيمة $150,000. بالإضافة عدد الوحدات أو number of windows units sold، عدد الوحدات المباعة أو عدد النوافذ تم تركيبها أو بيعها 2500 نافذة. لكن معطيني كمان معلومة إضافية. Bernard is considering changing its sales compensation for next year. معنى أن شركة Bernard مهتمة في عملية تغيير سياسة التعويضات المتعلقة في المبيعات sales compensation for next year. وبالتالي Bernard would pay sales people 5% commission next year and reduce selling costs by $62,500. بمعنى أن الشركة راح تدفع 5% عمولة إضافية للسيلز بيبل ومندوبي المبيعات خلال العام القادم يصير، لكن نتيجة البيع راح تنخفض عن التكاليف الثابتة لتصبح 62,500. فالمطلوب مني إيش؟ احتساب الرافع التشغيلي كالكولية the degree of operating leverage at sales عند مبيعات 2500 وحدة under the two options. تحت الخيارات الموجودة عندي الاوبشن نمبر 1 واوبشن نمبر 2. comment briefly on the result. نقوم بتعليق على هاي البيانات. اولا راح نقوم بنقل البيانات المتعلقة بالسؤال الى برنامج الاكسل حتى نقوم بتوضيحها بالكامل، بعد ذلك نقوم بحل السؤال. اذا قبل بنقل البيانات كانت عندي سعر البيع للوحدة الواحدة، variable cost $400، عندي annual fixed cost $150,000، عندي number of windows units sold 2500، وعندي هذا option number 2 انه بالحالة هاي السيلز كوميشن راح يزيد 5% عندي، لكن الفيكس كوست راح تنخفض تصبح عندي 62,000 بدل 150,000. اذا حتى اقوم بحساب الرافعة التشغيلية للoption number 1 واوبشن number 2. اذا اول نقطة راح يكون عندي ايش؟ الcontribution contribution margin per unit. بدنا نقوم باحتساب contribution margin للوحدة الواحدة. الاحتسابات بشكل بسيط هي عبارة عن selling price option number 1 ولو بالطبيعي 500 ناقص الـ variable cost، وبالتالي كان معطيني الـ contribution margin per unit للـ option number 1 هو $100، وهي عبارة عن selling price ناقص الـ variable cost. طب الـ option number 2 أعطاني خيار قال لي إنه sales commission راح تزيد بنسبة 5%، إذن كلما زادت المبيعات إذن الـ commission راح يزيد عندي عمولة المبيعات، وبالتالي راح تعتبر إيش؟ variable cost. إذن بدنا نضيف
الخمسة بالمية على الوحدة الواحدة، بمعنى هي بشكل بسيط نقدر نقول هي عبارة عن 400 زائد 400 مضروبة في 5%، وبالتالي يعطيني 420 دولار بشكل بسيط وبشكل إيش سريع. لكن راح نقوم باحتسابها بالشكل البسيط. إذا يساوي نفتح قوس، هي عبارة عن السيلينج برايس، سعر البيع ما راح تغير عندي، بس هي محتاجة عن هيكل التكلفة إحنا هون. إذا سيلينج برايس ناقص الفاريبل كوست الجديدة هي 420 دولار، أو بقول بشكل بسيط هي عبارة عن 400 مضروبة في 1.05، بمعنى هي عبارة عن 100% زائد 5% بشكل بسيط، وبالتالي راح يعطيني بهاي الآلية. بقوم بإغلاق القوس، وبالتالي بي 2 ناقص بي 3 مضروبة في 1.05، وبالتالي يعطيني 80 دولار. بمعنى بشكل آخر هي عبارة عن 500 ناقص ال 420 دولار، فبعطيني 80 دولار. إذا contribution margin per unit في الأوبشن نمبر 2 هو 80 دولار، في الأوبشن نمبر 1 هو 100. طيب بعد ذلك نطلع contribution margin بشكل عام. إذا بقدر أختصر هيك بشكل سريع. إذا contribution margin كيف نقوم باحتسابها؟ إذا هي عبارة عن contribution margin per unit مضروبة في عدد الوحدات المباعة. إذا بشكل بسيط 100 مضروبة في 2500 وحدة number of windows units sold، إذا 250,000. بعد ذلك عندي الأوبشن نمبر 2 هي 80 مضروبة في 2500 إذا بعت 2500 نافذة، وبالتالي راح ألاقي عندي contribution margin 200,000. طيب بعد ذلك شو راح يصير عندي؟ بدنا نقوم باحتساب الدخل التشغيلي operating income. operating income كيف نقوم باحتساب operating income؟ هي عبارة عن contribution margin ناقص fixed cost. إذا 250,000 ناقص option number 1 هو 150 لأنه هو fixed cost، وبالتالي راح يعطيني 100,000. لكن راح نلاحظ نقطة معينة، إنه هون هي contribution margin ناقص new fixed cost، وبالتالي حكينا نتيجة إنه زيادة العمولة المبيعات راح تنخفض عندي التكاليف الثابتة، وبالتالي تنخفض 150,000 تصبح عندي 62,000، وبالتالي بقول 62,500، وبالتالي حيكون عندي الدخل التشغيلي 137,500. إذا بنلاحظ إنه نتيجة الأوبشن نمبر 2 وكان عندي بالكوميشن زيادة، كان عندي مع إنه هامش المساهمة الوحدة الواحدة، لكن إنه الانخفاض اللي صار عندي في التكاليف الثابتة ساعد في تحسين وتعزيز الدخل التشغيلي، وبالتالي من خلالها بقدر أحتسب degree of operating leverage. وبالتالي زي ما حكينا هي بشكل بسيط ال contribution margin على النت income أو operating income، وبالتالي أعطاني 2.5. لكن عندي هون 200,000 على 137,500 أعطاني 1.45، وبالتالي نقدر نستفيد إنه عند الرافعة التشغيلية في الأوبشن نمبر 1 بمعنى كانت أعلى، بمعنى إنه في المستقبل العوائد راح تكون أكبر، بمعنى إذا زادت عندي المبيعات بشكل أكبر أي زيادة في المبيعات لم تحدث عندي راح يكون تأثير على صافي الدخل وعلى هامش المساهمة مرتين ونص، أي بمعنى أن الزيادة في المبيعات بنسبة 1% راح تنعكس على هامش المساهمة بنسبة زيادة 2.5%. ليش؟ لأنه عندي الـ variable cost بتكون عندي أقل بشكل كبير. في الأوبشن نمبر 2 أي زيادة في المبيعات بنسبة 1% راح تأثر على الـ contribution margin بزيادة نسبة 1.45، وبالتالي إذا زادت المبيعات في المستقبل راح ينعكس وين عندي بشكل كبير، راح ينعكس على صافي الدخل، وبالتالي بنكون هيك انتهينا من حل السؤال. إذن إلى هنا بتنتهي محاضرتنا، شكرا لكم على حسن المشاهدة.